تعرف على موعد مباراة نهائية بين اليمن والسعودية في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين. نشاهد التفاصيل. يلتقي منتخبنا الوطني الصغير مع نظيره السعودي في المواجهة النهائية والحاسمة لبطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين والمقام حاليا في المملكة العربية السعودية. وكان المنتخب اليمني قد تأهل بجدارة إلى النهائي بعد فوزه على كل من الأردن والبحرين بنتائج كبيرة في دور المجموعات، ثم الانتصار على سوريا بهدفين لهدف في نصف النهائي، في حين تأهل المنتخب السعودي بعد تحقيق نتائج دور المجموعات الفوز على العراق 3-0 وعلى لبنان 2-1، ثم تجاوز الإمارات في نصف النهائي بنتائج 3 أهداف نظيفة. وتقام مباراة النهائي بين اليمن والسعودية يوم الاثنين القادم الموافق 13/12/2021 الساعة 7 إلا ربع المغرب بتوقيت الجمهورية اليمنية والسعودية. وتبث المباراة التي تلعب بملعب أستاذ الأمير محمد بن فهد في الدمام على قنوات السعودية الرياضية.